والعمل على حل المشاكل والتحديات على المستوى المحلي والعالمي لتوجيه مسار تكنولوجيا المعرفة، وأخيرا وليس آخرا العمل على تطوير منظومة محلية وعالمية تربط بيننا وبين العالم لنعمل معا على معالجة التحديات المثيرة أمامنا جميعا. وقد حصل كل ذلك في وقت حيث كان لابد لنا أن نتحرك بسرعة كبيرة، بالتالي ما احتاج أو تطلب بلدان أخرى 20، 30، أو 100 عام كان لابد لنا أن ننجزه في وقت أسرع، وأن نعمل على نموذج تشغيلي جديد، وأن نعمل على تطبيق أفضل الممارسات، ولكن أكثر من ذلك فلم يكن ذلك كافيا، كان لابد وأن نوجد نموذجا خاصا بالإمارات للعمل لكي نحقق المطلوب بسرعة أكبر. منذ بضعة أشهر عرفنا هنا تنظيم سباق الفورمولا 1، وقد استمتع كثر منكم بهذا السباق، ولو كان لي أن أقارن بين وضعنا في مستهل السباق، فقد طلب منا أن نشارك في السباق مع بعض الفرق المشهورة، ولكن لم يكن لدينا أو لم تكن لدينا سيارة منجزة ومحرك متقدم وفريق، ولكن كان لابد لنا أن نشارك في السباق وأن نفوز على المستوى النفسي. كان لذلك تأثير كبير، ففي حين أن فرقا أخرى كان بإمكانها أن تتوقف بين حين والآخر لتغيير العجلات والمضخات، نحن كان لابد لنا أن نفعل ذلك خلال السباق، وكان لابد لنا أن نغير علبة الغيارات في وقت كان ذلك غير مطلوب من الآخرين، وما زاد الطين بلة وأن كل تلك التحديات كانت أمامنا وبدأت الجائحة. لنتحدث الآن عن الأهداف المطروحة أمامنا جميعا، ثم بدأنا نتحدث الآن عن المواهب وكان ذلك هدفا أساسيا. نقطة الانطلاق كانت أننا لا نمتلك مثلا مراكز مرجعية في الإمارات في مجال البحوث على سبيل المثال، فكان لابد لنا أن نعمل على بناء القدرات المطلوبة بالسرعة المطلوبة، وكان يجدر بنا أن نغير ما يبدو كنقطة سلبية إلى نقطة إيجابية لنحول هذه التحديات إلى فرص في بلدنا. وعلى هذا الأساس تواصلنا مع كل موهبة في العالم واعتمدنا على نقطة قوة أساسية. دولتنا أمة مفتوحة على الجنسيات كافة، أمة متسامحة ومرحبة بكل شعوب العالم، وعلى هذا الأساس ذهبنا لنسعى إلى جذب أفضل المواهب في العالم، حتى لو كانت تلك الموهبة في القمر اجتذبناها. وقد سمع كثر منكم بالطبع ببعثتنا أو مهمتنا إلى المريخ، هل تعتقدون أننا نبحث عن الماء في المريخ؟ لا، نبحث عن المواهب، وهذا جزء من خطتنا السرية. تحقيقا لكل ذلك كان لابد لنا وأن نعدل السياسات التقليدية الموجودة لدينا. عادة كمركز بحثي حكومي معظم الباحثين فيه يجب أن يكونوا من المواطنين، ولكننا قمنا بتعديل السياسات وقلنا من الآن في صاعدا سنرحب بالباحثين من مختلف الجنسيات لكي نحصل على أفضل المواهب، وقلنا للمواهب الفضلة في العالم بلدنا داركم، ولستم هنا لفترة ضيقة أو قصيرة، بل أنتم هنا تصبحوا جزءا من المجتمع. بعضهم حصل على تأشيرات ذهبية والبعض الآخر على مسار مسرع للحصول على الجنسية، وهكذا عملنا على اجتذاب هذه المواهب المميزة لتصبح جزءا لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي. وعلى هذا الأساس بات لدينا مركز وطني من المواهب، حوض وطني من المواهب في فترة سنتين ليس أكثر، وصدر المركز
المرسوم بشأن هذا العمل منذ سنتين ونصف السنة، وبعض المواهب باتوا معنا اليوم في القاعة وهم يفوزون في فترة قصيرة بجوائز مرموقة على مستوى العالم. وما الذي يعنيه ذلك على مستوى النتائج الملموسة؟ في غضون سنتين لدينا 750 باحثا في مجال التكنولوجيا المتقدمة من 71 بلدا، و144 من هؤلاء هم من المواطنين الإماراتيين، 55 من هؤلاء هم من النساء، وهذا موضوع لا بد وأن أتوقف عنده. السيدات الممثلات في هذه المجموعة 55% لم يصلنا لأننا اعتمدنا نظام الحصص وقلنا نود أن نحقق المساواة بين الجنسين. لا، كل سيدة عضو في هذه المجموعة قد اقتنصت مقعدها لأنها تستحق ذلك بشدارة، وليس بفعل نظام حصص أو أي نظام آخر. لدينا بعض المواهب الفذة في بلدنا على مستوى التكنولوجيا المتقدمة. وإذا ما تحدثنا عن الأهداف الأخرى، الهدف الثاني تحديدا، نعرف أنه كان لابد لنا وأن نعالج التحديات والمشاكل التي تواجهنا بدل العمل على بحوث بشكل مطلق. في أبو ظبي وفي الإمارات حددنا قطاعات 6 تحظى بالأولوية: قطاع الصحة والغذاء والأمن والاستدامة، الفضاء والنقل. قطاعات تحظى بالأولوية أردنا أن نركز عليها وأن نعتمد طريقة عمل مرنة تخلصنا من الكثير من المعوقات البيروقراطية. فيما رحنا نركز على هذه القطاعات، أردنا أن نوضح مسألة تمام الوضوح. نحن لا نريد أن نكون مركزا بحثيا يقدم البحوث وليس أكثر. أردنا أن نكون عمليين ونعمل بصورة مباشرة على معالجة التحديات الوطنية ومن ثم التحديات العالمية. وعني ذلك أننا أردنا أن نبحث في مواضيع واضحة، وأننا حددنا بعض العملاء الواضحين الذين يحتاجون المساعدة في معالجة التحديات، وعند ذلك فقط بدأنا ببحثنا. وعلى هذا الأساس أطلقنا 10 مراكز بحثية، 7 في البداية و3 في العام الماضي، وهي تتنوع بين قطاعات التواصل، الأتمتة، المواد المتقدمة إلى آخره، وكل هذه المراكز تخدم القطاعات التي تحظى بالأولوية التي حددناها. وما الذي توصلنا إليه؟ بتنا نملك أكثر من 100 مشروع ناشط نعمل على بحوث فيها، وأكثر من 60 مشروعا فوق مستوى TRL 4، أي فوق المستويات العادية وهي في مرحلة متقدمة، وأصدرنا أكثر من 500 ورقة بحثية. بالتالي على هذا الأساس بدأنا نبني المحتوى الأساسي المطلوب، كتلة البحوث المطلوبة لتبرز أبو ظبي على الساحة العالمية للبلدان والعواصم المتقدمة في البحوث. ونفيدكم بأننا في العام الماضي أصدرنا لمحة سريعة عما أسميناه النموذج اللغوي، حيث قدمنا المقالة الأولى المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد، وقد رصدنا التوجه حول هذا الأمر منذ سنة. الجميع سمع بتشات جي بي تي، وأدعوكم إلى متابعة هذا القطاع عن كثب. ستسمعون منا بعض الإعلانات والمستجدات القيمة في هذا المجال. والأمر الصيام بالنسبة إلى التشفير الكمي، بلدان قليلة قد أصدرت خوارزميات يمكنها أن تكون ممانعة للهجمات الكمية عبر الحواسب. لدينا بعض أهم الفرق العالمية التي تعمل في مجال التشفير الحاسوبي. أما بالنسبة إلى أعمالنا في مجال الحوسبة الكمية، أصدرنا أول جهاز كمي عربي كوانتم كوبيت، ونحن في سبيل إطلاق رزمة حاسوبية كمية الأولى من نوعها في العالم العربي. هي رحلة طويلة وقد أطلقناها وتتخللها خطوات عدة.
نتحدث عن مجالات واسعة تغطيها مراكزنا البحثية. لدينا كذلك بعض البحوث المتقدمة التي تتعلق بتطبيق مواد التغليف على اللوحات الشمسية لتعزيز مستوى الفاعلية وتسهيل عمليات الصيانة. فهذه تحديات مطروحة أمامنا على مستوى الأمة وعلى مستوى العالم، وهي تتطلب الحلول. والأمر الصيام بالنسبة إلى النقل الذاتي أو المتحرك آليا، فلدينا الكثير من التطبيقات الجارية في هذا المجال وقد بدأ العمل عليها. أما بالنسبة إلى الجانب الإنساني، لقد سبق لنا وأن طورنا مرحلة اختبار لجهاز مسح فعال وسريع للكشف عن الألغام، ويمكننا أن نتشارك هذا الحل مع مناطق عدة تواجه مشكلة الألغام للكشف عنها بسرعة وفعالية. والقطاع الأخير الذي أتحدث عنه هو التواصل الكمي. في هذا العام قمنا بإرسال القسم الأول من التواصل الكمي بين المدن وبين البلدان في المستقبل كما نأمل، وهذا جزء من الحلول التي نقدمها في خلال عملنا على أكثر من 100 مشروع. مسألة أخيرة أعرج عليها وهي من الأهم، هي موضوع الأنظمة الإيكولوجية. على مر السنوات الماضية عملنا على تعبئة الموارد المطلوبة على مستوى الأنظمة الإيكولوجية المحلية من خلال عمل على السياسات وعلى التعاون مع أصحاب المصلحة على مستوى الجامعات والمنظمات البحثية والتمويلية، كيف نقوم بالترويج للبحوث التي نقوم بها في هذه المجالات. لقد أطلقنا الكثير من المبادرات في هذا الصدد، لكن ذلك لم يكن كافيا. فإذا ما أردنا أن نتنافس وأن نتنافس مع بلدان أكثر تقدما منا بكثير، لابد وأن نعمل على التشبيك العالمي. لذلك أردنا أن نمد اليد إلى الكثير من المنشآت والمؤسسات العالمية لكي نشبك معها وتصبح جزءا من شبكتنا. فتواصلنا مع بعض من أفضل المؤسسات لبناء منظومة إيكولوجية عالمية، حيث لدينا مجموعة من البحوث والمراكز البحثية التي تعمل على المشاكل التي نحن حددناها، على التحديات التي رصدناها لأنفسنا، وهي مرتبطة ببرامجنا على مر السنوات القليلة، حيث نقوم بتمويل مشترك لفرقها وفرقنا على تحديات كافة. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي توصلنا إليه؟ في الواقع بات لدينا أكثر من 70 مشروعا عالميا نشارك فيها مع أكثر من 50 جامعة في العالم، وبعضها من أفضل الأسماء المرموقة في العالم. وأوضح، لم نوقع هنا على مذكرات تفاهم، فهذه المذكرات لا تعنينا، بل نتحدث عن مشاريع واضحة مفصلة على مر سنتين أو 3 سنوات مرتبطة بالتحديات والمشاكل التي رصدناها ضمن المشاريع 100 التي أطلقناها. نعمل بشكل فردي ومباشر مع كل من هذه الجماعات التي تساعدنا على التركيز بشكل مباشر على المشاكل التي نعالجها، وهذا قد أعطانا تقدما في انطلاقنا على بناء كتلة حيوية من الباحثين المحليين والعالميين. وعندما تبرز التحديات يكون فريق قد بات جاهزا لدينا، والمستشارون الدوليون، وكذلك شبكة كاملة نوجهها على أو نحو معالجة المشكلة التي نسعى إلى تجاوزها. على ضوء ما تقدم، أعتقد أن المكونات الأساسية المطلوبة لتحقيق تقدم في المجال التقني أو لبناء منظومة إيكولوجية في أي بلد باتت متوفرة. فما تيقناه منذ البداية هو أن هذا العمل ليس عملا نسخيا. الواقع الذي